الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة فصلت ومع الآية بسم الله الرحمن الرحيم: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يعني بيقول أحد العلماء: لم أجد أشد صمما من الذي يريد أن لا يسمع. إذا الإنسان بعيد، حدثني أخ كريم، يعني كان له حالة قبل أن يتعرف إلى الله عز وجل، حضر مجلس علم وكان منغمسا في انحرافاته، قال لي: والله لم أفهم شيئا، ولا علاقة لي بهذا الدرس، وأنا في واد والدرس في واد. يعني عبر تعبيرا صادقا عن أن الإنسان إذا كان منغمسا في شهواته، غارقا في حظوظه، ملتفتا إلى مصالحه، هو في واد والحق في واد آخر. فإذا ما في تجرد، ما في ترفع عن شهوات الدنيا وعن مصالح الدنيا، فرؤية غير صحيحة، والأذن لا تسمع. إذا هو بشير ونذير، قال تعالى: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. معنى لا يسمعون، إما أنهم رفضوا أن يسمعوا، أو أنهم حينما سمعوا لم يفقهوا ما سمعوا، أو أنهم فقهوا ما سمعوا لكنهم آثروا دنياهم على آخرتهم. إما أنهم منعوا أنفسهم من السماع. أيام بدأ شخص مالي مستعد أقعد معك أبدا، بيرفض. يعني أنا بقول الإنسان لما بيرفض الحق كمن جاءته رسالة فمزقها قبل أن يقرأها، أليس هذا عمل غبي؟ اقرأها ثم ارفضها، مزقها قبل أن يقرأها. الآن الناس أيام بينتقد الإسلام أو الدين الإسلامي، أنا أقول لهذا المنتقد: هل قرأت الدين؟ هل استوعبته؟ هل قرأت القرآن؟ هل قرأت السنة؟ هل أردت أن تستوعب قبل أن تنتقد؟ النقد قبل الاستيعاب موقف غير علمي وغير منطقي، أنه أنت تهاجم شيء دون أن تستوعبه. فعدم السماع يرفض أن يسمع، أو إذا سمع هو في واد والحديث في واد آخر. تصوروا آلة تصوير من أعلى مستوى لكن فيلم ما في. فلو صاحب التقط مناظر جميلة جدا وجهد في ضبط السرعة والمسافة فيلم ما في. فكل إنسان يسمع الحق وهو ليس طالبا له، كهذه الآلة التي لا تنفع ولا تجدي. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. يعني قلوبنا مغطاة بأغشية وستر كثيرة جدا، تدعونا أنت ولكن قلوبنا بعيدة عن دعوتك، في أكنة مغطاة. الكنة الغطاء. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. يعني الكفار يعبرون عن بعدهم الشديد، والإنسان كلما كان بعيدا كلما ساء فهمه، وكلما كان قريبا كلما حسن فهمه. وربنا عز وجل أشار إلى هذا المعنى، قال: أولئك ينادون من مكان بعيد. والمؤمن ينادى من مكان قريب، هو قريب ينادى من مكان قريب فيعي، والكافر ينادى من مكان بعيد. ما الذي يبعده عن الله عز وجل؟ المعاصي. المعاصي تبعد والطاعات تقرب، المعاصي تقطع والطاعات تصل، المعاصي
تقسي القلب، والطاعات تلين القلب. المعاصي تجمد الفكر لا يعي على خير، والطاعات تفجر طاقات الإنسان، يعني الطاعة ترفع صاحبها إلى الأول، والمعصية تحبط عمله وتقيد حركته وتجمد فكره وتشقيه ولا تسعده. بعدين كل إنسان يتوهم أيها الإخوة أنه ممكن يسعد بمعصية فهو أغبى الأغبياء، وكل إنسان يتوهم أنه ممكن أن يضر بطاعة من طاعات الله عز وجل فهو لا يعرف الله أبدا، لأنك إذا أطعته انقلبت كل الموازين في صالحك، إذا أطعته تجلى على قلبك أسعدك سعادة ما بعدها سعادة، يعني كل الدين من أجل أن تطيعه وأن تسير على منهجه. ويكفينا قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، خالق الكون الذات الكاملة يقول لك إذا أطعتني فزت فوزا عظيما. وطاعة الله عز وجل في متناول كل واحد منكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. تقول ما بقدر، هذا كلام في جهل. الله عز وجل ما كان له أن يكلفنا ما لا نطيق، لا في أمورنا المعاشية ولا في كسب الرزق ولا في العلاقات العامة ولا في العلاقات الاجتماعية ولا في الأمور الشخصية. كل شيء أودعه الله فينا من غرائز وشهوات رسم لنا قنوات نظيفة لتحريك هذه الشهوات. ليس في الإسلام حرمان إطلاقا، الإسلام كله عطاء، الإسلام كله توازن، الإسلام واقعي، الإسلام يتماشى مع الفطرة. إذن المعصية تبعد، المعصية تشقي، المعصية تجعل بينك وبين الحق أمدا طويلا. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أنت تحرك كما يحلو لك وافعل ما تريد ونحن مقيمون على ما نحن عليه ولن ندع ما نحن عليه من أجلك. هذا لسان حال كل كافر. الناس أيام بيتكلموا كلمات مشابهة، يا أخي فوت للجنة وسكر الباب وراك، هي كلمة مشابهة. الله عز وجل ينقل لنا أقوال هؤلاء لئلا نتألم لو سمعنا أمثال هذه الأقوال. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم. يعني أروع ما في هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يعني كان يغضب كما يغضب البشر. لولا أنه تنطبق عليه كل خصائص البشر وانتصر على نفسه لما كان سيد البشر. يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من بني جلدتكم، من طبيعتكم، فيه كل خصائصكم، فيه كل نزواتكم وشهواتكم، لكنه انتصر على نفسه، لكنه آثر ما يرضي الله عز وجل. لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام تجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على نفسه لما كان سيد البشر. يعني أنت بتغض بصرك عن محارم الله، هو يغض بصره أيضا. الشهوة التي أودعها الله فيك أودعها فيه، لكنه سمع عليها وصعد هذه الشهوة وجعلها في حب الله عز وجل. يعني اللهم صل عليه، بشر، هو سيد البشر، لكن لولا أنه بشر وأن كل خصائص البشر تجري عليه لما كان سيد البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. بعدين في الكلام افتقار إلى الله عز وجل، يعني أنا واحد منكم، أنا مخلوق مثلكم، أنا ضعيف مثلكم.
الله أكرمني، الله علمني، الله رفعني. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أمتاز عليكم بالوحي. الوحي شيء عظيم جدا، أن السماء تختص أحد بني آدم ليكون رسولا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هنا جاء تلخيص القرآن كله في هذه الكلمات، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يعني ما من مشكلة على وجه الأرض إلا أساسها الشرك. فإذا وحدت الله عز وجل، وحدته في أسمائه، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، واتجهت إليه بإخلاص، انتهى كل شيء. يعني الإنسان متى يعصي الله؟ يعصي الله حينما يرى مع الله إلها آخر، حينما يرى قوة تؤثر في حياته تأثيرا إيجابيا أو سلبيا، عندئذ يعصي. أما إذا أيقن أن أمره كله بيد الله، وأن الأمر راجع إليه وحده، وأن كل البشر لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذا أيقنت هذا اليقين انتهى كل شيء. فلذلك فحوى دعوة الأنبياء جميعا هي التوحيد، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لذلك إذا كان سمعت التوحيد يتكرر، لأن القرآن الكريم كله بني على التوحيد. والحقيقة أحيانا الإنسان لا تكفيه الكلمة مرة واحدة، القرآن الكريم في التركيز على التوحيد في أكثر الآيات أكثر السور، ولازم المفسر أو الذي ينقل ما في التفاسير أن يبين معنى التوحيد بشكل مستمر. الإنسان لا يستقيم عمله ولا يستقيم على أمر ربه ولا يسعد إلا بالتوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ونهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. يعني الموقف العملي الاستقامة، ماذا يجدي أن تقول لا إله إلا الله وأنت مقيم على المعاصي؟ يعني قيمة العلم التطبيق، الجدوى الحقيقية من العلم التطبيق. لذلك جاءت الآية الكريمة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، والفاء تفيد الترتيب على التعقيب. يعني ما إن تتحقق من أن الله واحد لا شريك له وأن الأمر كله بيده إلا وينبغي أن تبادر إلى طاعته، لكن هذه الاستقامة الله عز وجل أتبعها بقوله فاستقيموا إليه، ما قال فاستقيموا على أمره، إليه، يعني اجعل استقامتك من أجله لا من أجل سمعة في الدنيا تنتزعها من أفواه الناس، ولا من أجل مصالح تحققها باستقامتك. هناك أهداف كثيرة تتحقق إذا استقمت. الناس يمدحونك كثيرا تحس بنشوة، أحيانا المصالح تتيسر، أنه مستقيم أمين الناس يثقون به. ففي أشخاص كثيرون يجعلون من الاستقامة سببا لسعادتهم في الدنيا، هم لا يعبدون الله لكنهم يحرصون على مواقف راقية في حياتهم من أجل مكانة عالية في مجتمعهم. ربنا عز وجل قال فاستقيموا إليه، يعني اجعل مؤدى هذه الاستقامة خالصة له، اجعل استقامتك طاعة له، اجعل استقامتك تحقيقا لعبوديتك له، اجعل استقامتك من أجله فاستقيموا إليه.
اجعل استقامتك تفضي إليه، تصلك به، اجعل من استقامتك سبيلا إلى لقائه، إلى مرضاته. لا تجعل استقامتك من أجل دنياك، فاستقيموا إليه الآن واستغفروه مما مضى. أنت بين وقتين، وقت في معصية والآن عرفت الله، إذن استقم إليه واستغفره مما مضى. واستغفروه وويل للمشركين، إله عظيم يقول ويل للمشركين، يعني إذا الإنسان راكب مركبة وماشي بطريق منحدر انحدار شديد ومنطلق بأقصى سرعة وفي منعطف حاد ومكبحه معطل وهو يضحك، الذي يعرف الحقيقة يقول ويل له، الله يعينه بعد كم دقيقة يوصل. هو لا يعلم، هو يضحك غافل ساهي لاهي، لكن مدام الانحدار شديد والسرعة كبيرة والمنعطف حاد مكابح ما في معه، هو يضحك الآن لكن لا يدري بعد هذا الضحك ماذا ينتظره من عذاب أليم. فربنا عز وجل يقول ما دام آمنتم أنه لا إله إلا الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني ماذا تنتظرون؟ يجب ألا يكون هناك وقت إطلاقا بين استقرار هذه الحقيقة في أنفسكم وبين انطلاقكم إلى طاعته. فاستقيموا إليه واستغفروه مما مضى. فكل مؤمن حينما يتصل، حينما تستقر حقيقة التوحيد في نفسه، يجب أن ينطلق فورا إلى طاعة الله، لأن الأمر كله بيد الله، وكل السعادة في طاعته، وكل السلامة في طاعته، وكل القرب في طاعته، وكل التجلي في طاعته. قال واستغفروه. أما هؤلاء المشركون وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذه الآية مكية والزكاة لم تشرع بعد، إذن العلماء قالوا معنى الزكاة هنا في الأعم الأرجح هي زكاة النفس. الإنسان الذي لا يزكي نفسه بالإقبال على الله والاتصال به، لا يزكي نفسه بطاعة الله، لا يزكي نفسه باتباع منهج الله، ويل له. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. الكفر حقيقة يعني كل آماله في الدنيا، كل همومه في الدنيا، الآخرة لا يلقي لها بالا، ليست داخلة في حساباته أبدا. تلاحظ الناس أيام من حركته، من كسب ماله، من إنفاق ماله، من داخل بيته، كأنه ما في موت، يعني مو مدخل الآخرة بحسابه إطلاقا، بعلاقاته الاجتماعية، باحتفالاته، بصلاته، يعني حركته حركة متحررة من أي قيد، من أي هدف، من أي خوف، لا بيخاف ولا يرجو. فهذا الإنسان لو قال لك أنا مؤمن بالآخرة لا تصدقه، لأنه الآن الطريقة الحديثة أن تكشف اتجاه الإنسان لا من أقواله، من السذاجة أن تكتشف اتجاه الإنسان من أقواله. الأقوال لا تقدم ولا تؤخر، كل إنسان بيقدر يتكلم كلام طيب، لكن الاتجاه الصحيح هو أن تكشف حقيقة الإنسان من أفعاله. فأيام تشعر أن هذا الإنسان من خلال كسب ماله، من خلال خروج بناته في الطريق، من خلال علاقاته الاجتماعية اختلاط، من خلال اتصالاته مع أناس ليسوا على شيء من الحق، من خلال تطلعاته، من خلال آماله، أن الآخرة ليست داخلة في حسابه إطلاقا. هذا هو الكفر. أما أن يقول مسلم في العالم الإسلامي أنا أعتقد أنه ليس هناك يوم آخر، والله لا أحد يقولها، هذه لا يقولها أحد، لكن لو تتبعت أحوال الناس لوجدت الآخرة ليست في حسابهم. هذا هو الكفر الحقيقي العملي، في كفر قولي وفي كفر عملي. هذا هو الكفر العملي بالآخرة، يعني لا يصلي بالخمسة وستين كل سهراته بالطاولة بالعافية، كان شو خليه لآخرته، يعني بسن متقدم
غارق في لعب النرد، غارق في النظر للنساء، غارق في الحديث عن الدنيا، غارق في شهواتها. هذا لو قال لك نحن إسلام الحمد لله، إذا ما في شيء من الإسلام بحياته اليومية. إذن وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. من معاني ممنون أنه مقطوع، ومن معاني ممنون أنه لا يمن به عليهم. لذلك إذا الإنسان أحسن لإنسان يسمع يقول لك لحم فلان من خيري، إذا حب يعني يكرم الإنسان، طبعه أنه يمن على من يعطيه، هيك طبعه، إلا من رحم ربي. أما ربنا عز وجل من لوازم كرمه أن هذا العطاء العظيم الأبدي السرمدي غير ممنون أولا، وغير مقطوع مستمر. بعدين الإنسان ما الذي يقلقه؟ انقطاع النعم. الحياة الدنيا كلها قلق، أنه كل شيء لا يدوم على حال. يعني الحديث الشريف الدقيق جدا، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الحياة ما فيها سرور، الزمن ليس في صالح الإنسان، كلما تقدمت سنه ضعف جسمه، ضعفت قدرته على الاستمتاع بكل شيء، تتراجع إلى أن ينتهي أجله. إذن هذا العطاء ممنون مقطوع، يعني الصحة تنتهي بالموت، والمال ينتهي بالموت، والوجاهة تنتهي بالموت، والنعيم ينتهي بالموت، لكن الآخرة ليس فيها انقطاع أبدا، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذن كملخص سريع، أولا القرآن فصلت آياته، كل حاجاتك محققة في القرآن الكريم، إن ربنا خالق الكون. شيء آخر، أسباب الإعراض هو عدم الصدق في طلب الحق والمعصية. إن لم ترد الحق وعصيت الله عز وجل هذه المعصية تبعد. فالمؤمن قريب لطاعته، قريب لصلاته، قريب لإقباله، قريب لاستقامته، والكافر بعيد لمعصيته، بعيد لانقطاعه. شيء آخر، التوحيد يجب أن ينتهي بنا إلى الاستقامة. اسمعوا كلام النبي اللهم صل عليه، قال: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. صراحة كلمة أخيرة، إن لم يحملك علمك الذي تكسبه وتسعى إليه على طاعة الله فهذا العلم لا يقدم ولا يؤخر، ربما كان حجة عليك، ربما كان وبالا عليك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل علم وبال على صاحبه ما لم يعمل به. وما تنسوا كلمة فاستقيموا، فبالترتيب على التعقيد، يعني ما إن تستقر حقيقة التوحيد في نفوسكم إلا وينبغي أن تبادروا إلى طاعته. وهذه الطاعة لا تجعلونها من أجل الدنيا عشان مكانتك، حتى ما حدا يحكي عليك، لا، تستقيموا إليه، اجعل طاعتك عبادة ولا تجعلها سلوكا ذكيا. لا، في سلوك ذكي أساس الطاعة، اجعل طاعتك عبادة لله ولا تجعلها سلوكا ذكيا. فاستقيموا إليه من الآن، واستغفروه عما مضى. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. وجاءت البشرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. والحمد لله رب العالمين.